السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معي صورة طفل سمين ومكتنز وخدوده مثل البالونة وبإيده قطعة شوكولا وبيلتهمها. يمكن صارت هالصورة النمطية محببة وشائعة وارتبطت بعقلك اللاواعي بالصورة المثالية للطفل السعيد. لذلك ومن وقت ما بيولد الطفل الكل بيحكم على صحته من خلال عدد الجرامات يلي حاملها معه. فإن كان سمين قالوا عنه ربيان ببطن أمه وصحيح، وإذا كان نحيف بيقولوا عنه مريض. ترى هل السمنة مؤشر حقيقي للسلامة؟ وهل قلة الشهية دليل على المرض؟ وما هي السمنة ومؤشراتها؟ هذا محور حلقتنا لليوم بإذن الله. في البداية علينا نعرف أنه قضية حب صنف معين من الأطعمة أو كره صنف آخر مرتبط ارتباط كتير كبير بعادات الأسرة وأيضاً بالثقافة يلي عايشينها أهله. فإن الصين واليابان لا يمكن يكرهوا أكل الرز بحال من الأحوال، وابن أفريقيا وخط الاستواء عاشق للتمر، وابن الطرف الشمالي من الكرة الأرضية عاشق للمشروبات الساخنة والكستنة والأسماك، وهكذا. فلكل شعب ثقافته بالأكل وبينشأ الطفل تبعاً لذلك. وعلى الرغم من هذا فإنه يوجد بعض الأطفال بيعانوا من فقدان الشهية ويصابوا بالهزال والذبول وحتى بيضعف تحصيلهم الدراسي. فإن كان السبب مرضي كارتفاع الحرارة أو نزلة برد وما سواه من الأمور فالأمر طبيعي وبيزول بزوال المرض، ولكن إذا استمر الموضوع لمدة أسبوع فأكثر ومن غير مرض فعلينا تتبع الأسباب الخفية وراء هذا الأمر، ويلي منها أولاً الخوف والقلق، ممكن يكون سببه الخلافات الزوجية بين الوالدين، فالطفل سمع أصواتهم وأصابه الذعر وفقد الإحساس بالأمان. ثانياً ممكن تكون مشكلة حصلت معه بالمدرسة، إهانة من زميل أو توجيه عقوبة من المدرس أو تحرش من أحد بالشارع، لهيك علينا البحث وراء الأمر من غير تهاون. ثلاثة، قدوم مولود جديد على العيلة يسبب الكثير من الغيرة عند الطفل، فبيتصرف بغضب وبيرفض الأكل للفت الانتباه، فانشغال الأهل فيه بريحه جداً حتى لو بقي جوعان. أربعة، أحياناً بتكون الأم هي السبب في فقدان الطفل شهيته لأنه بتقدم له الطعام بطريقة سيئة أو على شكل سندويشات أو بيكون بارد أو بايت، وإذا أتاها ضيف تقضي نصف اليوم بإعداد المائدة فيصاب الطفل بالغضب وبيرفض الطعام. خمسة، إجبار الطفل على أصناف معينة أو تكرار هذه الأصناف بكرهه فيها. ستة، تقديم الحلويات والشبسات قبل وجبة الغداء يهيئ الولد لأنه يشبع قبل الأكل، ولما تجي الوجبة الأساسية بيكون شبعان. طبعاً هناك أسباب أخرى كثيرة صعب أحصرها بهي العجالة. وأما عن الحلول فأولاً تأكدي عزيزتي الأم من سلامة طفلك من الأمراض مثل الأنيميا أو نقص الفيتامينات أو حتى انتفاخ اللوزتين وسوى ذلك من الأمراض. فإن كان سليم ووزنه مناسب لطوله فلا تخلي الموضوع ياخذ من وقتك أكثر من اللازم. ثانياً حاولي ما تضخمي الأمور أكثر من اللازم، فأحياناً شدة اضطراب العائلة كلها واهتمامهم بهذا الصغير والكلام عن هالقضية وكأنها قضية الأمة مع الغرباء أو حتى في البيت بيشعروا بالاهتمام الزائد وبيخليه بالغ برفض الطعام ليحظى بالمزيد والمزيد من الدلال. ثلاثة، اهتمي بطريقة تقديم الطعام للولد، قدميه بأشكال وعلى أطباق ملونة وشهية واجلسي أمامه أثناء تناوله لوجبته، ولا تنشغلي عنه بحديث مع آخرين أو فتح للإنترنت لحتى يشعر هذا الطفل أنه شخص معتبر ومحترم. أربعة، نوعي له بالطعومات، فالأم بحالة اكتشاف للطعومات يلي بيرغمها الطفل حتى يكبر، فمرة بتقدم له الحلو ومرة بتقدم له المالح ومرة بتقدم له الحامض، ومع الوقت رح تكتشف أي نوع هو المفضل عنده. خمسة، يفيد أحياناً التجاهل، ضعي على المائدة صنف أو اثنين وتركيه، رح يدفعوا الجوع وعدم الإلحاح إلى الرضا بما وجدوا على الطاولة، لكن احرصي ما يكون في بدائل أمامه من حلويات أو مقرمشات. ستة، اتبعي طريقة إخفاء العناصر الموجودة بالطبق، ممكن تعملي كيكة بالسبانخ أو بسكويتة بالمكسرات أو بطاطا مقلية ومحشية بيض وجبنة. سبعة، لا تجبريه على نوع طعام واحد وتهدديه بعقاب أو بالحرمان من اللعب إذا ما أكله، على العكس شجعيه على تناول الطعام الصحي ووعديه بمكافأة وزيادة بالامتيازات إن أكل بشكل سليم. 8. إبعاد الطفل عن المشاجرات العائلية بيجعل نفسيته أفضل وبيفتح شهيته للأكل. حاولي قدر الإمكان تتلافي الصدامات والمشاحنات مع زوجك أمامه. 9.
وضع توقيت ثابت لتناول الوجبات يريحك من التوسلات اليومية وبيعود معدة الطفل على الجوع بنفس الساعة. 10. لا تحصري خياراته. ضعي على المائدة صنفين أو ثلاثة أو أربعة وخليه هو يختار بنفسه، فأحياناً بيكون سبب رفض الطفل للطعام هو نوع من إثبات الذات والتمرد فحسب. طبعاً يوجد وصايا أخرى كثيرة لمجال حصرها الآن. نأتي الآن إلى الاضطراب الثاني الأكثر شيوعاً، وهو الشراهة المؤدية إلى السمنة. ترى ما هي أسبابها؟ 1. يعود السبب الأول إلى طريقة إرضاع الطفل بعمر الرضاعة، فبعض الأمهات بتحب الرضاعة جداً وبتحرص على أنها ترضع طفلها كل مرة من الطرفين، حتى أنها بتفيقه بالليل لحتى ترضعه وبتفيقه كمان بالنهار حتى لو ما كان جوعاً، فبتتوسع معدته ويصاب بالسمنة. طبعاً مبدئياً الأمر لذيذ لأنه منظر الطفل بصراحة وهو سمين صار محبب للجميع، ولكن مع الأيام رح يتعود على ملء معدته بالكامل في كل مرة. 2. ولما يكبر الطفل ويشوف فرحة أمه بشهيته وتهليلها إله لأنه خلص كل طبقه أو كل سندويشته في المدرسة، فبيحرص الطفل على التهام المزيد والمزيد لإشعار أمه بالمزيد من السعادة. 3. ملء حقيبة الطفل بالشوكولا والشيبس والسكريات بيخليه يتعود يملي معدته على الدوام، فالمغريات كثيرة. 4. احتمال كتير كبير تكون الشراهة تعبير عن مشاكل نفسية دخيلة متجذرة في نفس الطفل، ممكن تكون الغيرة أو الشعور بالإهانة من الكبار، ولما يشعر بالعجز بيحاول ينتقم من الجميع عن طريق التهام المزيد من الطعام. 5. ربط الطعام أو المقرمشات بمشاهدة برامج التلفزيون. هذا من أشد الأمور ضرراً على الإطلاق، لأنه بيأكل الطفل من غير ما يشعر ومن غير ما يحسب الكمية يلي أكلها. 6. بعمر المراهقة من الطبيعي جداً تزداد شهية المراهق بسبب سرعة نموه واحتياجه للمزيد من الكربوهيدرات والفيتامينات الضرورية لبناء جسده. والآن إلى جملة من الحلول. أولاً، كوني قدوة لابنك في التوازن الغذائي وفي نوعية الطعام. أكثري من الخضروات والفواكه وقللي من المعجنات والحلويات قدر الإمكان. فكيف نطالب أبنائنا بشيء لا يجدونه فينا ككبار؟ 2. جالسي أثناء الطعام ولا تعطي أي شيء يأكله أثناء مشاهدة التلفزيون، ومريني يأكل بهدوء حتى بإمكانك كمان تعير الساعة وأنت أمامه وتراقب تحسنه، فالإسراع بالأكل هو سبب من أسباب الشراهة والسمنة. 3. إياك تهيني وتسخري من وزنه، فبعض الأهالي بتندروا بوزن ابنهم سواء كان على سبيل الدعابة أو التحبب أو الاستهزاء والتوبيخ، وكلاهما مضر ويزيد الطفل عنادا. 4. بعض الأطفال بيأكلوا مللاً، ربما انشغال الأهل عنهم وعدم وجود أنشطة مسلية بيدفع الطفل لأكل أي شيء، المهم أنه يأكل ويشعر بطعم ما بفمه وبيعتبر هذا تسلية وبالتالي يدمن ذلك. 5. تتبعي جدول نموه وقارني بزيادة وزنه، فإن كان هناك فرق كبير عليك مراجعة طبيب تغذية للمساعدة قبل فوات الأوان. 6. يفيد جداً تحطي مقدار معين بطبقه وما تسمحي له بزيادته، وكل يوم تنقصي منه شوي شوي حتى تبدأ تصغر معدته. ارفقي الطبق بالسلطات واللبن وابتعدي عن المياه الغازية قدر الإمكان. 7. ساعديه بملء وقته بأنشطة نافعة ولا تخليه جوع كتير، فشدة الجوع رح تخليه يأكل أكثر من اللازم ورح يأكل من غير وعي وبسرعة. 8. من الضروري يكون في ميزان بالبيت توزن الأم فيه الأطفال بشكل أسبوعي لمراقبة عملية تأثير أكله على وزنه، وبينفع نعمل جدول ونمنحه ميزات ومكافآت بحال نجح في الخطة. 9. بالنسبة للبنات جميل جداً نرغبها بشراء فستان جميل بحال خسرت وزن، ولا مانع أنه نشتري هذا الفستان ونحطه بمكان بتشوفه كل يوم لتتخيل نفسها فيه. 10. وأخيراً، إذا كان طفلك بعمر بيقدر يدرك الحديث عن مخاطر السمنة ومساوئها، فالأفضل تتم مجالسته على انفراد والحديث معه حول هذا الموضوع بهدوء ودون استهزاء. ويا ريت إذا رافقتي كلامك بدراسات طبية وفيديوهات توعوية وتحاولي تتفقي معه على خطة مقبولة للتخفيف من وزنه قدر الإمكان. هيك منكون حكينا اليوم عن أسباب اضطراب شهية الأكل للأطفال، وكان من الحلول 1. لا تضخم الأمر. 2. لا تجبر الطفل على الطعام. 3. لا طعام أمام التلفزيون. 4. حدد الوجبات بنظام.
5. راقب وزن الطفل باستمرار. أتمنى أكون قدرت أحيط بهذا الموضوع بشكل كافي. ألقاكم في حلقة قادمة، وسعادة تامة أتمناها لكم ولأبنائكم، ولكم مني السلام.